كيف بدي اطلع بوش فريد بيك مره تانية؟ بتعرفي قديش كانوا واثقين فيني فتون؟ مو قدران يصدق كيف بتعمل هيك. هنن وثقوا فينا. كيف اختي بتخون ثقتهم؟ مو قدران يصدق هالشي. من وين اجتني هالمصيبه يا ربي؟ دخيلك مو ناقصني. والله معك حق نازلي، والمصيبة إنه فريد بحبه لبدر ومتعلق فيه، وإذا عرف إنه نورمان ورا اللي صار رح توقع بمشكلة إلى أول ما لآخر، يعني ما رح يسكت لها. والله هي بتستحق تفوت السجن. بس نورمان أختي فتون، والمفروض أنا المسؤولة عنها، ولازم أعرف تصرفاتها. شو بدي أعمل؟ يا ربي. رح أروح أقول له شو عملت. أوعك نازلي، مو أحسن ما يعرف لحاله فتون؟ رح أروح أحكي له شو عملت. أنا لازم أروح أحكي له الحقيقة. نازلي، بعد شوي رح يجوا المحاميين من المكتب اللي عم نتعامل معه لنتأكد إذا الوثيقة تسربت من عندهم. وهي رسالة من عزيز، هو ببيت ديما وعم يخبرني إنه نازلي ما قبلت بالشغل. تشبهوا بعض بطريقة تفكيركم. يلا بشوفك وقت يجو. مع السلامة عزيز، نحكي. تمام، بتصل فيك بعدين. شكرا لكم. أوه، المفتش عزيز، التحية ما خلاص. شو راكان بيك؟ ما بتمل من المزح أبدا؟ بعد شوي. راكان هيك ما بيصير، مو معقول كل ما تشوفه تعمل نفس الشي. والله هي اللي ليش راجع هلأ؟ لأني مليت من الشركة، جبت شغلي وقلت للمحامي يجي لهون لحتى ما تضطري تطلعي وتتركي بدل لوحده. تمام؟ بده يجي لهون من شان الوصاية؟ لا، مشان حصة بدر بالشركة. نحن لازم نعرف شو حصته بالضبط وشو لازم نعمل. طمنيني وضعك منيح مع بدر؟ يعني الأمور ماشي حالة لهلا. طول الوقت عم حاول اتقرب منه بس تعبت. ايه بسيطة روقي. ايه شو عملت اليوم؟ فريد بيك. نعم. ممكن تقلي شو قررت تكون الهدية لو سمحت؟ اقبال خانم، هلا مو وقتها، انت اختاري. عندي خيارات، ممكن تشوفه؟ نازلي، مرحبا. تعرفي انه اجيتي بالوقت المناسب؟ فريد بيك، نحنا لازم نقعد ونحكي بموضوع ضروري. اقبال خانم، نازلي بتقدر تساعدك بموضوع الهدية، هي قعدت مع السيد ناكتاني وبتعرف شو بيحب. فريد بيك، بس القصة. طلعوا على المكتب، اختاروا الهدية، انا عندي اجتماع مهم، بخلص وبرجع لكم. نازلي خانم، خلينا نطلع على المكتب، تفضل. يعني هلا بعد ما حكينا انا شايف انه الامور كلها بالسليم، مو هيك عرفان بيك؟ صح راكان بيك، واخذنا التواقيع، صار فينا نروح على المقابله الاولى للوصايه. ممتاز. يعني هيك فينا ناخذ الوصايه على بدر بشكل كامل، صح؟ احتمال كبير. وطبعا لما بتاخذوا وصايه بدر بشكل كامل، كل شيء بيكون موجود باسم امه وابوه من اسهم وحصص بشركه بوصله بتصير من حقكم. المحكمه الاسبوع الجاي، ما ايه بالضبط راكان بيك. وفي كمان خبر حلو اكيد بهمكم. وشو هو؟ هات لنشوف. يلا احكي. لقينا ثغرة تانية. شو هي؟ احتمال كبير تصيروا اصحاب الحصة قبل ما تاخذوا الوصاية بشكل كامل. يعني هذا خيار احتياطي، خلوني اشرح لكم كلامي بالتفصيل. اسمحوا لي، انا لازم قوم ورد على التليفون، برجع بعد شوي. حبيبتي خلي البنات يجيبونا شوية فطاير. تكرموا اكيد. شو كنت عم تقول؟ راكان بيك. ايه نورمان، انتي ما خانم اتصلت وما رديتي. ما كنت فاضي ارد عليك. خير، شو بدك؟ ديما خانم اختي نازلي عرفت انه انا اللي صورت الورقه وبعثت لك اياها. وهي كيف عرفت؟ خبريني. يعني وهي عم تشوف تليفوني بالصدفه قام شافت الصوره اللي صورتها. انا دققت لك هلا مشان تقولي لي شو ساوي. اختي ممكن تروح تخبر فريد بيك. اهدي شوي نورمان،
أختك اتصلت فيني اليوم الصبح وخبرتني إنه ما بدها تشتغل عندي، وموضوعك كله ما جابت لي سيرته، يعني أكيد ما رح تحكي لحدا عنك، اطمني. ديما خانم، بس أنت ما بتعرفي لأختي، قد ما حاولت أعطيها مبررات ما رح تقتنع، رح تروح وتقلن على الورقة اللي صورتها وتخبرن على كل شيء. اهدي نورمان، وكمان ما بدي إياك تعقدي الأمور أكتر من هيك ولا تعملي أي شيء. اسمعي مني واهدي، وبدي إياك تخبريني بأي شيء عم بيصير وخلصنا. أنا بعرف إنه هنن بيحبوا الأعمال اليدوية والتراثية كتير. السيد نكتاني لما حكينا قال إنه عنده هواية بجمع السيوف التقليدية، بتوقع هيك هدية رح تعجبه كتير. تمام، حلو، رح خليهم يسألوا وين ممكن نلاقي هيك شيء. صاير شيء فريد بيك؟ ولا شيء، نفس الموضوع، مكتب المحاماة اللي عم نتعامل معه نفت تسريب يكون من عندهم، عم يرموا القصة على المحاميين اللي هون. كمان المحامين هون قالوا إنه ما تسرب من عندهم شيء وحطوا المسؤولية كلها على هدين. طيب إيه وبعدين؟ بالنهاية في ملف مسروق بالنص، معه النسخة ومع المحامين هون نسخة واحدة موجودة بالبيت، بما إنه نسختي ما تسربت، هذا بيعني في جاسوس موجود عندهم أو عنا بالشركة، وغالباً من مكتبهم، وهن عم ينكروا لحتى ما يخسروا سمعتهم. إقبال خانهم، ضروري نعرف بسرعة، الوقت مو لصالحنا أبداً. رح لاقي طريقة ونفتح تحقيق سري، خلص لا تشغل بالك فريد بيك. فوراً. وبدكن تلاقوا المسؤولين عن اللي صار وتجيبوا لي اياهم لعندي، وانا وقتها رح اعرف كيف اتصرف معهم، رح خليهم يندموا. اكيد فريد بيك. بالمناسبه موضوع الهدايا انحل واخترنا كل شيء، بتحب تشوفهم وتعطينا رايك؟ اذا نازلي اختارتهم خلص تمام، ما في داعي يشوفهم. تمام، انا بعتذر منك، وجعت لك راسك بمشاكلي. ولا يهمك، يعني موضوع بدر اكيد بهمني كمان لإلي. نازلي شكراً إليك، دريت إنك رفضتي عرض ديما. عزيزي اللي خبرني، لأنه كان عند بدر وقت اتصلتي. يمكن تعتبري رفضك شي بسيط، بس فعلاً اللي عملتيه ما بقدره بثمن. فرحت لأن ما صدقتي ديما، وبدر بده يرجع على البيت عن قريب، ورح نرتب أمورنا من جديد. أنت إنسانة بتاخد العقل. أنا مضطرة أروح هلأ، بشوفك بعدين. شو صار معك نازلي؟ شو حكيتي له ولا لا؟ شو بدي اقول له؟ فتون ايه فريد بيك، اختي وحدة خاينة، ما تؤاخذني، اختي ورا كل مشاكلك، انا مشكلتي ما فيني بيعها وارميها بالشارع. نازلي انا عم يقول لي عقلي روح اترك الشغل، بس مو قادره اني اتخلى عن ناس وثقوا فيني وشغلوني عندهم، واذا قررت اني ضل مضطره اشوفه عم ينتقم منك قدام عيوني. شو بدي اعمل فتون؟ بعتذر، والله مو قصدي. والله تاخرتي ومو مقبول اعتذارك، من وين جبتي هالاسوأ لتعملي فيهم هيك؟ انت شو رح تعملي بس يعرفوا؟ جاوبيني شو رح تساوي؟ يعني مثل مو فريد بيك خاله، هي كمان بتكون عمته، انا ما رميته على الموت، انا عطيتهم ورقه كان فريد بيك مخبيه عنهم، يعني بالاول او بالاخر كانوا رح يعرفوا فيها، يعني ليش ما بتلوموه له لانه خبى هالورقه؟ ليش حطيتوا كل الحق علي انا ونسيتوا هو شو عمل؟ شوفي شو بتعرف تمثل؟ لا وبتلعب بعواطف الواحد. لكي نازلي، فريد بيك بيعرف شو معدن ديما، ولا هيك خبى الوثيقة؟ لهيك؟ ايه طبعا فتون، مزبوط، وانا هذا اللي مجنني وماني عارفانة شو بدي ساوي.
Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Mين انت؟ شو عم تعملي هون؟ انت شو اللي فوتك على البيت؟ ليه؟ اذا انت هلا طلعت دغري ما بحكي لحدا انه شفتك هون بالبيت، لانه اذا شافك السيد فريد وعرف انك فتت على بيته بالسر، فتت على حمامه وعملت دوش كمان، والله بموتك ما بيتركك عايش. انا بكون فريد بيك وهذا بيتي. كأنه انت بتحبي تحكي كثير. اي صح، بس لازم اشرح لك مشان ما تفهمني غلط. ومنين جبتي هالشي؟ امي كانت تطبخ طبخات كثير طيبه، حتى الوقفه جنبها كانت حلوه. حبيب خالو اللي اشتقت له كثير، قل لي شو عم تعمل؟ كنا عم نلعب. خالي بتعرف انه اليوم انا ونازل كثير انبسطنا؟ والله جد؟ يا الله بدي افكر بطريقه لفوت لجوا. مرحبا. سمعت صوت القطة واجيت لتشوفها مو؟ لا ما سمعت. كان صوتها عالي وفيقني من نومتي ولهيك طلعت. عن جد؟ ايه؟ انت شو فيقك بكي؟ انا ما سمعت صوت القطة، بس لما سمعت صوت الباب نزلت. تمام، لكن لو سمحت حط لها اكل لانه باينت جوعانة كتير. انا ماني حابة اسمع صوتها عم تنوي. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. الوثيقة اللي قدموها للمحكمة هي عبارة عن صور انأخذت بالموبايل مو هيك؟ احتمال فريد بيك، لهيك ما عطتهم المحكمة إلا وصاية مؤقتة لتدرس الموضوع. فكرنا باللي ممكن يكون سر بالصور، بس ما فكرنا كيف تصورت وين. يمكن إذا فحصنا الصور الأصلية اللي تقدمت نقدر نعرف من وين وكيف انتقلت هالصور وتسربت لراكان بالوقت المناسب، وهالقصص صارت سهلة بهالوقت. لكن خلينا نبلش فريد بيك، أول شي رح نطلب النسخة الأصلية، يعني منقدم طلب إنه بدنا نتأكد إذا الصور مزورة أو لا، وبنتيجة الفحص رح تبين كل التفاصيل بدقة عالية. لكن يا ريت تقدم الطلب فورا. حاضر فريد بيك. يلا بالإذن. مع السلامة. بالإذن. مع السلامة. عملت لك نعنع وليمون رح يفيدوك كتير. يسلموا هالإيدين فتو. والله غريبة كيف مرضت بنص الصيف؟ شو بيعرفني، أكيد انعديت من شي حدا. يمكن عرقتي وانتي عم تشتغلي ببيت فريد بيك، وبعدين طلعتي على الحديقة يلي بتجنن فجأة طلع لك هوا وأكلتيها. مو معقول شو بالك فاضي، ما انك شايفتيني مرضانة؟ والله ما رح أقدر رد عليكي فتو. أنا رايحة، عندي دروس ضرورية، بشوفكم. لك هي علا. أهلين. ألو فتو، هلأ شفت سعيد بالنادي؟ إيه. شو إيه؟ دي لبسي تياب الرياضة وبتجي لهون فوراً، لازم ننهي الموضوع اليوم. عن جد عم تحكي؟ بعد شوي رح سلم على سعيد وبلش لمحله عني. بتكوني وصلتي، منقعد سوا ومنحكي معه. ماشي، منحطه بالصورة ومنخلص. اليوم لازم ننهي هالموضوع. معك حق، خليني اخلص من هالهم، بدي ارتاح وخبره بكل شيء. بعتي لي عنوان النادي رح اجي فورا. يلا بشوفك. لا تطولي حبيبتي نازلي. معلش روح واتركك لحالك اليوم. روحي فتون، بعد شوي رح اتحسن، لا تاكلي هم. طيب انا وعليا رح نحل موضوع سعيد ونخلص من هالقصه، لانها عن جد كثير تعبتني. اعطيني بوسي. من بعيد احسن ما تعديني. لا تخافي علي، روحي انبسطي. طيب ماشي، الله يكون معي اليوم. سعيد؟ عليا؟ شو عم تعملي هون؟ يعني كيف بدي يكون رشيقة إذا ما إجت؟ بتكوني أخذتيها بالوراثة مثلاً، بعرف إنك بتاكلي وما بتسمني بنوب. إيه، هو
وانت ليش تارك شغلك وجاي لهون؟ ماني محظوظ مثلك، بجي لهون 3 أيام بالاسبوع لحتى العب. هاد معناته انه سعيد بيك لهلا اعزب، والا كان قاعد هلا مع شي صبيه ظريفه بمكان حلو مو هيك؟ من زمان تركت هالشغلات عليها، يعني صرت جدي بهالموضوع. بفهم انه الصبيه فتون الى علاقه بهالكلام يلي عم تقوله هلا؟ حسيتك معجب فيها، بس معك حق، هي كتير ظريفه وما لها علاقه بالناس اللي حواليك. والله عم تحكي صح يا عليا، هي حلوه انيقه صريحه، من برا وجوا حلوه، مختلفه كتير، ما بتكذب بنوبه وكتير واضحه. فتون؟ اها مرحبا. فتون، بتصدق اذا قلت لك انه كنا عم نحكي عنك هلا؟ ايه اكيد بصدقك. شو هالصدفة الحلوة فتون؟ كتير انبسطت بشوفتك. وأنا انبسطت بشوفتكم، كتير منيح إنه التقينا اليوم. في حكي المفروض. فتون، صحيح الخبر اللي سمعته مبارح إنك رح تعملي تصاميم لمطربة معروفة؟ يعني رح تصيري مشهورة بين يوم وليلة. إيه؟ ما قلت لنا شو رأيك سعيد؟ يعني ما بعرفها للمطربة يلي عم تحكوا عنها، بس إذا فتون إلى علاقة بالقصة أكيد المشروع رح يكون ناجح. وأنا مو كتير بعرفها أساساً. سعيد بيك، جاك اتصال من الشغل عم بيقول مهم. قالوا لك مهم؟ ايه. شوي وبرجع بالإذن. لك شو عملتي فيني أنتِ؟ مين هي المطربة؟ فتون، ما كان فيني أعمل غير هيك، ما سمعتي كيف كان عم يحكي عنك قبل ما تجي؟ يعني كلامه كان كتير حلو، ما بدي تخبريه الحقيقة فجأة، لازم نفكر بشي طريقة نخبره فيها بدون ما نخليه ينصدم ويزعل. يا ربي منك رحت فيها. يا ربي شو أعمل؟ خلاص فتون جاي افتح ليك. ها؟ مرحبا. فاجأتك؟ كنت رايح لحتى أخذ بدر، إذا حابة تشوفيه باخدك معي لهنيك بتشوفيه وبوصلك على الشغل بعدها. عزيز، بس أنا اليوم فقت مرضانة شوي وما فيني أطلع برات البيت، يا ريت اتصلت قبل. شوفي شو صاير معك، ورجيني. أوه والله مثل النار. طيب أخدتي دواء؟ لا والله ما في داعي للدواء بنوب، شوية رشح وسيلان بأنفي وحاسة إنه جسمي تعبان. معناتها لازم ساوي لك شوربة لطيفة. وين المطبخ؟ ليكو هني. طيب شلح من رجلك أول. بعتذر. أنت طباخة أكيد في عندك بندورة وبصل وهيك شغلات. بعد إذنك. عظيم، عندك زنجبيل. وهلأ شو؟ بدنا فلفل أسود وشوية ملح وزنجبيل وطنجرة أكيد. بس ما تكوني تضايقتي لأني فتت على مطبخك بدون إذن. تضايقتي مني؟ هون الفلفل الأسود والملح والطناجر وراك. وهلأ فيكي تروحي وترتاحي، اتركي الباقي علي. ليك عليا مو قدراني اتحمل، بدي اعترف له. لا تخبصي فتون، مو هلا وقت الاعتراف. ليك اجا سعيد، بدي احكي. بعتذر نطرتكم. فتون، كنت بدي اقول لك خلينا نعمل شيء طلع اليوم بمناسبه هالصدفه الحلوه، بس حكوا معي من الشركه ولهيك لازم روح ضروري اليوم المساء. شو رايك نروح مشوار؟ سعيد لازم تعرف انه فتون وعدتني اليوم المساء ضروري لحتى نروح نشوف التصاميم ودار الازياء. ايه صح، اخذين موعد مشان دار الازياء والتصاميم. طيب ولا يهمكن، بنحكي بس تفضي. يلا بخاطركم صبايا. باي باي. يا ربي دخيلك، كنت رح قله. روقي قولي لي شو بدنا نساوي. شو رح نحلها؟ منلاقي لها حل. يلا امشي خلينا نروح. اتفضلي دوي. ريحتها بتاخذ العقل والله. طلعت طباخ شاطر عزيز. طيب السؤال المهم، كيف رح نسكبها هلا؟ صح، شلون رح نسكبها؟ بالكبجاية، الأمور محلولة. أنا قصدت إني ما جيبها مع الشوربة، قلت لتبرد، لأنه هي الشوربة بالذات ما بتتاكل سخنة بنوب، وإذا جبنا كبجاية وقتها ما رح نقاوم ورح نسكب فورا. والله أقنعتني عن جد. بتكون فتون. أنا بفتح.
عزيز شو أخبارك؟ ممتاز، جيتوا بوقتكم. شو هالمفاجأة؟ هلأ الشوربة جاهزة جوعاني؟ بالأول في مي؟ ما بعرف، أكيد في. شو وين كنتوا؟ نحنا أنا وفتون كنا بالنادي وبعدين جبنا شوية قماش لأنه بدها تخيط لي. شبك عليا فوتي لناكم. عزلي شو عم بيصير هون؟ عليا اشلحي من رجلك. مريت لقيت نازلي مريضة، قلت يلا يا ولد ساوي لها شوربة طيبة لتاكلها. وسوالك شوربة؟ والله كتير حلو. أنا رح أجيب صحنين، تعالوا حتى ناكل. يلا عليا تعالي دوقي الشوربة فوراً. حبيبتي حياتي، من امتى انت هون؟ قبل شوي اجيت. على اساس قلتيلي رح تضلي مع بدر، شو صار؟ ما صار شي، بس بصراحة انا اليوم حابة اقضي مع حبيبي راكان وما بدي ضل لحالي. شو القصة دي ما خانم؟ لانه مو حلوة تروح تحتفل بنصرنا لوحدك، لازم نحتفل فيه سوا. بما انه هيك ممكن تسمعي لي برقصة النصر دي ما خانم؟ اكيد حبيبي. والله من كتر مو طيبة مسحت صحني، تسلم ايديك على هالشوربة الطيبة. صحتين وهنا، بس هي الشوربة الوحيدة اللي بسويها. نازلي لساتك عم تشتغلي ببيته لفريد؟ اي، والمفروض قوم وجهز حالي لأنه هلأ بتصير مشكلة إذا تأخرت. لو بتشوفي بدر لما تروح لعنده نازلي بتحسيها عشوية رح يصير من فرحته. نازلي في عندها طاقة حلوة، يعني الناس اللي حواليكي بيتأثروا فيكي. مزبوط، هي عندها طاقة كتير حلوة وقوية يحميكي من العين. شو طاقة رفيقتك مو مطولة لتخلص. شوفي شو صار فيني اليوم، ما عندي طاقة لساوي شيء أبدا. بعد الشوربة فورا رح تتحسني. حاسة إني تحسنت، رح أرتب الطاولة بعدين أطلع. لو سمحتي. تكرمي. برأيي بلا ما تروح تشوفي بدر اليوم من شان ما ينعدى منك. إن شاء الله ما يكون انعدى من ديما خانم. عزيز والله أسفة، بس أنت بتعرف أختك وأنا مستحيل ما أقول الحقيقة. مو مشكلة أبدا عليا، بعرف شو بتقصدي وأنا بتفق معك. أجلي موعد اجتماع القسم المالي ساعة، ولما أرجع منقعد ومنحكي مع مدير التسويق. حاضر فري، شفتك. مرحبا، يعطيكم العافية. اقبال خانو، السيد راكان اخذ موعد عنا؟ ما إله اسم بدفتر المواعيد فريد بيك. من الافضل انك تاخذ موعد قبل ما تجي لهون. من هون ورايح ما في مواعيد، لانه من هاللحظه راح اجي على هالشركه وما في مخلوق راح يمنعني. تفضل فريد بيك، هي هي الوصايه على بدر، يعني نحن صرنا مسؤولين عن حصص أمير وزينب يلي هون بالشركة، فهمت أكثر؟ حبيبي خلينا نشرح له أكثر. الحكي معناته إنه القانون معنا يا بيك، يعني نحن منقدر نجي على الشركة إمتى ما منحب. بالضبط، وما في مخلوق بيقدر إنه يرفض لنا أمر. لهيك إقبال خانم، بدي أشرب قهوة أو من دون سكر. شكرا. صح، قريتوا له الكتاب؟ لا أنا ما قريت شيء، أساسا نازلي بس اللي بتقرأ. عزيز الشوربة اللي أنت ساويتها تأخذ عليها براءة اختراع فورا. عن جد عجبتك الشوربة؟ ولا توقعت إنه ما تعجب أي حدا؟ طيب شو رأيك احكي مع فريد وقل له انك ما رح تجي؟ لا صار فيني روح، ما عندي مشكلة. طيب امشي وصلك لك.
عزيز ممكن توصلني؟ لأنه بدي روح مشان البروفا، وطبعاً فيك تجي معي بتتسلى وبتعطيني رأيك مشان الشغل. طيب موافق، جهزوا حالكم لنروح. مرحبا، أنا أجيت. شوفوا مين عنا، أهلا وسهلا. وصلتي متأخرة نورمان، نحن رح نروح. بخاطرك أنا رح وصلهم. أنت ما رح تبطلي قلة هالذوق؟ ما عملت شيء أختي، أنا بس سلمت عليهم. كتير واضح، لبقى تسلمي بهالطريقة، فهمانة؟ يلا عدي راستك. باي فتون. الله معك. أنا كتير تفاجأت لما فتت وشفتهم هون. فتون مو بس فنان مشهور وغني كتير كمان. ألف بنت بتتمنى تحكي معه. العفو منك ست نورمان، أنا وإختك نعتبر فنانات لو سمحتي. آه بالله، وبشو مشهورة؟ بس ذكريني. آه صح، بدار الأزياء يلي عندك. ولا أنا غلطانة؟ شو صار معك بالموضوع؟ حكيلي. رحت اليوم مع عليا منشان نخبر سعيد بكل شيء. إيه؟ بصراحة رجعنا وما استرجيت خبره أي شيء بنوب. أنتي مو شاطرة غير بالحكي، وسعيد بعمره ما رح يحبك يا حلوة. انت شو عم تحكي نورمان؟ بكره بتشوفي شو رح يساوي. مجنونه. انت شو رايك؟ مو المفروض يستنوا لتنتهي قضيه الوصايه يا حضره المحامي؟ كلامك صحيح، بس الوراق رسميه وصادره من المحكمه، وهي الوراق بتحمي حق بدر مشان ما حدا ياثر عليه بنوب ويضل حقه محفوظ. يعني مو معقوله انه خالي سرق حصص ابن اخته. مسخره. شو بدنا نعمل هلا؟ رح نرفع قضيه طعن فورا، ورح نطلب وقف تنفيذ هذا القرار. بصراحة هذا أكتر شيء منقدر نعمله هلأ، لأنه صلاحية التصرف للست ديما. معناتها روح وخلص المعاملة قبل ما ينتهي الدوام. حاضر فريد. معقول من لما تركت هالشركة للأسف بلشت تنهار. شكلك نسيان أنه ما تركتها بإرادتك، أبي اللي قلعك. لا مو صحيح، الموضوع ما صار هيك أبداً. أنا رح خبرك الحقيقة، أنا كنت ناوي استقيل، وبعدين قلت لحالي أنه صار في إلك تعويضات كتير يا ركان، معقولة تروح من دون ما تأخذهم؟ ولحتى أحصل عليه هون قلت له يقلعني وانقلعت. إيه بكفي كذب بقى، لأنه كل أوراقك مكشوفة. المهم هلأ هو مين اللي ربح المعركة؟ طبعاً أنا. ركان لسه المعركة بأولها، كون واثق إنه رح تندم. إيه طيب، رح نشوف. قلبي شو رأيك إنه نمشي هلأ؟ منقوم؟ لأنه الشباب هون عندهم شغل كتير بالشركة، وما بدي عطلهم بنوب، لأنه إذا شفت أي تقصير حسابهم رح يكون أكبر من يلي بيتوقعوا. يا روحي معك حق بكل كلمة حياتي، نمشي. شوفك شريك. لازم نلاقي شي طريقة لحتى هدول ما ينزعوا لنا شغلنا. المفروض نستعد منيح للمحاكمة الثانية وناخد وصاية بدر منهم، وقتها ما رح نضطر ننشغل بهيك تفاصيل بنوب. والله مسكت حالي لحتى ما أضربهم وقلعهم. فريد بيك، في خبر حلو. النيابة قبلت تعطينا كل النسخ الأصلية للصور اللي تقدمت كأدلة بالمحكمة. محامينا رح يروح بكرة الصبح ويستلمهم بالوكالة اللي معه ويجيبهم فورا. معناته صار فينا نعرف من وين أخذوا هالصورة. صور الملف والإصدار الرقمي لأنه رح يساعدونا بالقصة. ماشي، وأخيراً رح نعرف مين هو يلي ورا هالموضوع. مزبوط. رحت ورجعت من الجامعة وما خلصتي، إيش عم تخترعي مركبة فضائية؟
شو صار بقضية بدر؟ أكيد ديما قايمة بواجبها معه مزبوط؟ نورمان حبيبتي أنا بفضل إنه تنتبهي مزبوط لكلامك، لأنه إذا حكيتي هالحكي قدام نازلي وقتها ما رح أقدر فكك من بين إيديها، لهيك ضب لسانك. انتي وين كنتي من الصبح؟ عم اتصل فيكي وما عم تردي. ليش امتى اتصلتوا فيني فتون؟ ما انتبهت. رحت هدول بالمطبخ. اتصلت فيكي 100 مرة، كنت بدي وصيكي على معكرونة بما انك بالسوق احسن ما انزل. وبعدين معي يا الله، لك شكلي نسيت موبايلي ببيت فريد بيك فتون. يا لازم ارجع اجيب الموبايل، لانه اكيد امي رح تتصل ورح تقلق اذا ما رديت. اذا بدك انا بروح بجيبه وبجي، وانتي بتكوني ارتحتي وانا بشتري بطريقي معكرونه. شكرا لجهودك حبيبتي، رح روح. انا ماني جوعانه، رح استناك وناكل سوا. لا تطولي. بالبراد في شويه شوربه من يلي عمل عزيز، اذا كنتي جوعانه كلي منها وسكتي جوعك. مو جوعانه، اكلت قبل شوي ست فتون. نازلي؟ فريد بيك؟ مساء الخير. نسيت موبايلي على الشحن هون وبدي أخده وأرجع على البيت فوراً. كنت بدي أتصل فيك وخبرك بس رقمك مانو معي، لهيك لو سمحت رح فوت أخده وأمشي بسرعة. وأنا عن جد آسفة كتير على الإزعاج اللي سببت لك يا بهالوقت. عن إذنك لحظة. أخدته، شكراً، وهلأ تصبح على خير. باي. نازلي تشربي قهوة؟ ليش لأ بشرب، أنا كتير بحبها. قلي أنت رح تعملها؟ طبعاً أنا. إيه؟ بشرط منشربها بالجنينة لو سمحت. طيب. عجبتك؟ سخنة بس طيبة، وطعمة الهيل كتير مزبوطة فيها. نسيت إنك خبيرة بالنكهات. لا مو خبيرة، أنا شيف. ما رح أطير نومتك لأنه ما فيها كافيين. من غير كافيين ما عم يجيني نوم. ليش؟ يعني شغل وجامعة وبدر كتير أكل همه. كيف صار هلأ؟ لساته متضايق؟ لا تشغلي بالك، كل يومين وبنحل الموضوع. بتمنى هالشي لأني بحبه كتير. أنا بعرف ليش راكان بده هالقضية، بس في شغلة واحدة محيرتني ما عم اقدر اني افهمها. ليش ديما عم تساعده لهالدرجة بقضية ابن اخوها؟ بيقول المثل الياباني لازم تخاف من الحجر الابيض بالرز مو من الاسود. مزبوط والله، حلو كتير هالمثل. شو سبب اهتمامك بالثقافة اليابانية والاكل تبعهم؟ لأني بحترم فيهم التمسك القوي بالعادات والتقاليد، وكمان بحترم صدقهم بالحياة والعدل كمان، وتقيدهم بالوقت وحبهم للشغل. عفواً عن المقاطعة، بس شكله فنجان القهوة حرق لك إيدك، هاتي عنك. شكراً، هاد من لطفك. كنت عم قول بيستغلوا وقتهم لشغلات كتير مفيدة، وفوق كل هاد الأكل الياباني مميز كمان. هنن مو بس بيحترموا الإنسان، كمان بيحترموا الحيوانات، يعني بيحبوا يربوا قطط. ايه وكمان أرانب، صراحة هالشغلة فيهم كتير بحبها. يعني وقت فكر بحياة اليابانيين بتمنى أن أكون عايشة باليابان. بتحمس كتير لما أحكي عن حياتهم لأني بحب اليابانيين لدرجة بحس أني عايشة معهم. آسفة تحمست كتير. ما في داعي للاعتذار، أنك تكوني مرتبطة بشي ومتعلقة فيه فأنا كتير بقدره. بالله قدرت هالشي؟ ليك أنا بتضايق لما حدا يكون عم يتمسخر على شغلة بحبها. بس واضح من عيونك إنك فعلاً مقدر اهتمامي وتعلقي باليابانيين. شوفي القمر حلو كتير، مبين مثل الفانوس. مثل الفانوس؟ ايه؟ أنا بس شوف القمر بتذكر وش حدا حلو. أي واحد منهم فنجاني؟ يلي على يمين. وش مين بتتذكر وقت تشوفه؟
بنت حلوه.